تعرف على أطول الفنانين عمرا في تاريخ السينما العربية، ومنهم من تجاوزوا 100 عام. أول فنان معايا جميل راتب، ولد جميل راتب 18 أغسطس عام 1926 في اسكندرية، وتوفى في 19 سبتمبر 2018 عن عمر 92 سنة. كيتي، ولدت كيتي في 21 أبريل 1927 بس بالإسكندرية، وما زالت حتى الآن على قيد الحياة وتعيش في اليونان، وقد تجاوزت عمر 96 عام. عبد الرحمن أبو زهرة، ولد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة في دمياط في 8 مارس 1934، وعمره الآن 89 سنة. سميحة أيوب، ولدت سميحة أيوب في القاهرة في 8 مارس 1932، وعمرها الآن 91 سنة. الفنان رشوان توفيق، ولد رشوان توفيق في بني سويف في 2 فبراير 1933، وعمره الآن 90 سنة. الفنانة سميرة أحمد، ولدت سميرة أحمد في أسيوط في 15 نوفمبر 1935، وعمرها الآن 87 سنة. سمير صبري، ولد سمير صبري في 27 ديسمبر 1936، وتوفى في 20 مايو 2022 عن عمر 85 سنة. نادية لطفي، ولدت نادية لطفي في 3 يناير 1937 بالقاهرة، وتوفيت في 4 فبراير 2020 عن عمر يناهز 83 سنة. حسن حسني، ولد حسن حسني في 19 يونيو 1936 في القاهرة، وتوفى في 30 مايو 2020 عن عمر يناهز 83 سنة. لبنى عبد العزيز، ولدت لبنى عبد العزيز بالقاهرة في 3 أغسطس 1935، وعمرها الآن 87 سنة. عادل إمام، ولد عادل إمام في الدقهلية في 17 مايو 1940، وعمره الآن 84 سنة. إنعام سالوسة، ولدت إنعام سالوسة في الدقهلية في 15 ديسمبر 1939، وهي عمرها الآن 83 سنة. عزت العلايلي، ولد عزت العلايلي بالقاهرة في 15 سبتمبر 1934، وتوفى في 5 فبراير 2021 عن عمر 86 سنة. شريفة ماهر، ولدت شريفة ماهر في 30 سبتمبر 1932، وعمرها الآن 90 سنة. حسين فهمي، ولد حسين فهمي بالقاهرة في 22 مارس 1940، وهو عمره الآن 83 سنة. سميرة عبد العزيز، ولدت سميرة عبد العزيز في اسكندرية في 1 يونيو 1935 عن عمر يناهز 88 سنة. نعيم عيسى، ولد نعيم عيسى في اسكندرية في 6 يناير 1933، وهو عمره الآن 90 سنة. كريمان، ولدت كريمان بالقاهرة في 18 ديسمبر 1936، وتوفت عن عمر 86 سنة. يوسف شعبان، ولد يوسف شعبان في القاهرة في 16 يوليو 1931، وتوفى في 28 فبراير 2021 عن عمر 89 سنة.
سلوى محمود. ولدت سلوى محمود في القاهرة في 26 يونيو 1930 وتوفت في 6 فبراير 2023 عن عمر ناهز 92 سنة. ليلى هلال ياسين. ولدت بالاسكندرية في 5 ابريل 1938 عن عمر ناهز الان 85 سنة. حسن يوسف. ولد بالقاهرة في 10 ديسمبر 1934 وعمره الان 89 سنة. اعتدال شاهين. ولدت بالقاهرة في 19 أغسطس 1929 وهي عمرها الآن 90 سنة. كوثر شفيق. ولدت بالقاهرة في 23 ديسمبر 1930 وهي عمرها الآن 93 سنة. دريد لحام. ولد بدمشق في 9 فبراير 1934 وعمره الآن 89 سنة. ميمي جمال. ولدت ميمي جمال في 21 يونيو 1941 وهي عمرها الآن 82 سنة. محمد فريد. ولد في 20 ابريل 1940 وهو عمره الان 83 سنة. أسامة عباس. ولد أسامة عباس في القاهرة 22 سبتمبر 1939 وهو عمره الان 84 سنة. ليلى الجزائري. ولدت في وهران في 11 يونيو 1927 وهي عمرها الآن 96 سنة. نجوى فؤاد. ولدت نجوى فؤاد في اسكندرية 17 يناير 1939 وهي عمرها الآن 84 سنة. محي اسماعيل. ولد في البحيرة في 8 نوفمبر 1940 وهو عمره الآن 83 سنة. شويكار. ولدت في 4 نوفمبر 1936 في الإسكندرية وتوفت في 14 أغسطس 2020 عن عمر ناهز 83 سنة. أمينة رزق. ولدت بالغربية في 15 أبريل 1910 وتوفيت في 24 أغسطس 2003 عن عمر ناهز 93 سنة. تهاني راشد. ولدت بالقاهرة في 11 سبتمبر 1935 وعمرها الآن 87 سنة. رجاء الجداوي. ولدت في 6 سبتمبر 1934 في اسماعيلية وتوفيت في 5 يوليو 2020 عن عمر ناهز 85 سنة. عايدة عبد العزيز. ولدت في 27 اكتوبر 1930 في القليوبية وتوفيت في 3 فبراير 2022 عن عمر 91 سنة. عبد المنعم مدبولي. ولد في 28 ديسمبر 1921 في القاهرة وفي 9 يوليو 2006 عن عمر ناهز 84 سنة. عثمان محمد علي. ولد في اسكندرية في 13 ابريل 1935 وتوفي عن عمر 88 سنة. فاروق فلوكس. ولد في 11 فبراير 1937 في القاهرة وعمره الآن 86 سنة. كريم
كمال الشناوي ولد في 26 ديسمبر 1918 وتوفي في 22 أغسطس 2011 عن عمر 92 سنة. نظيم الشعراوي ولد في 12 أكتوبر 1922 وتوفي في 30 يونيو 2010 عن عمر 87 سنة. يوسف وهبي ولد في 17 يوليو 1898 في الفيوم وتوفي في 17 أكتوبر 1982 عن عمر 84 سنة. تعتبر الفنانة مديحة يسري هي أكبر الفنانين المصريين عمرا، فهي من مواليد القاهرة في 3 ديسمبر 1918 وتوفيت في 30 مايو 2018 عن عمر ناهز 99 سنة، يعني اقتربت من 100. طبعا ما ننساش نتذكر كل الفنانين دي بالرحمة وندعي لهم ربنا يرحمهم يا رب. لو وصلت لحد هنا ياريت ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، ودمتم بخير.